بسم الله الرحمن الرحيم. حرستا 29/10/2012 مع الآن قائد لواء فتح الشام. سيادة قائد لواء فتح الشام، عم بيقولوا أنه أنتم انسحبتم من المدينة وتركتم مواقعكم، فهذا الشيء صحيح ولا لا؟ هذا الحكي غير صحيح، ونحن بإذن الله ما بننسحب لآخر قطرة دم بأي عنصر وأي شاب. طيب معاهدين الله، معاهدين الله بإذن الله تعالى ما بننسحب إلا ما يطلعوا هالكلاب إن شاء الله. بإذن واحد أحد، ونحن بإذن الله مستمرين وبدنا نتقدم لقدام إن شاء الله تعالى. وإن طيب شاء الله كل الشعب معنا وكل الأهل وكل شيء تمام وبخير. طيب عم بقولوا إنه الكتائب والألوية التابعة لكم أو للجيش الحر للآخر انسحب من مواقعه ونزل باتجاه المزارع. هذا الحديث غير صحيح تماماً. نحن العالم بتقول إنه انسحبت مشان تهبط من معنوياتها، وإلا العالم عم تتقدم لقدام بإذن الله وكل شيء ألوية وكتائب. وأنا عم بحكي باسم المجلس الثوري العسكري بإذن الله تعالى، والنصر قريب جدا، وإن شاء الله الله يقدرنا هلأ إن شاء الله أيام قليلة بإذن الله، بنوعدهم بأيام قليلة رح يشوفوا شغلات بإذن الله تعالى مقربة للنصر كثير كثير بإذن الله، ومفاجآت كثير. طيب مع وجود أو تقدم قوات كبيرة من قوات الأسد باتجاه قلب المدينة أو باتجاه أطراف المدينة، أنتوا قادرين إنه تصدوهم وقادرين إنه؟ إن شاء الله تعالى طوالما والله معنا بإذن الله. نحن إذا بده يستعين بروسيا وبإيران وبحزب الله وشو في عنده دول خليها تجي معه، نحن الله معنا بكفي وزيادة. نحن بإذن الله تعالى الشباب كلها همتهم عالية، كلهم معاهدين الله ما يرجعوا بإذن الله غير منتصرين. الله يحميكم يا سيادة. بإذن الله انسحاب معاد فيه إن شاء الله. إحنا صلنا هلأ أكثر من سنة ونص، حاجة عادي يعني، بكفي الشعب بكفي المدنيين اللي عم تتقتل، مبارح بدوما أكثر من 1000 مدني اللي استهدفتهم الطيارة. هذا الطيران كان مخليه لنا هالكلب بشار، هذا الطيران اللي ضرب فيه لازم ما شفنا صاروخ طلع لا على إسرائيل ولا حرر شيء منه، كان مصمده كله للشعب. صار متكلف بكل سلاحه بكل شيء بس للشعب، كل شيء عنده، ما ضل عنده سلاح ما ضربنا فيه. ونحن ما بدنا نقاتل غير بهالبارودة، وبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى نوعد العالم بإذن الله تعالى، عاهد منا ما في انسحاب ولو لآخر شاب بإذن الله تعالى، وكل يوم في عنا 1000 شاب جديد عم يطلع. الله يطمنكم يا سيادة قيادة اللواء. وهذا الشيء اللي عم يسويه عم يدوب حقد بقلب العالم، ونحن كتير مبسوطين مشانه لأنه العالم بلشت تكتر، والجيش الحر الحمد لله صار بأعداد بالآلاف يعني لله. بهالأيام هي اللي إجتنا هلأ الحمد لله من فضل رب العالمين صار بالآلاف، كل الشعب صار معنا. الله يحميكم يا سيادة. فينك تعطيني إحصائية صغيرة أو إحصائية هيك صغيرة بس لعدد القتلى أو المركبات اللي قتلتوهم بالجيش الأسدي؟ الحمد لله من فضل رب العالمين بهدلول العشرة أيام اللي كنا فيهم بالمعركة الحقيقية، الحمد لله من فضل رب العالمين بالآلافات الحمد لله، والدبابات أحسن من 15 دبابة، واستغنمنا شيء دبابتين وبي ام بي لحديت الان لحديت الساعه هي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وكل شيء حواجز بنوعده انه ما رح تضل بالبلد باذن الله، ونحن ما رح نتراجع. بقول لك للمره الاخيره ما رح نتراجع، وبنوعد العالم باذن الله تعالى للمره الاخيره انه ما رح ننسحب لولا اخر شب فينا ولا وزخيرة وكل شيء الحمد لله. طمن العالم زخيرة الأسد كلها صارت تقريبا معنا الحمد لله. الله يحميكم يا سيدي. الله تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر.